السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وكذلك ترحب بالبنات جدادات لاول مره تيدخلوا القناه ديالي. ما تنسوش انكم تشتركوا وتضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب، وضروري تفعلوا زر الجرس، هكا باش يوصلكم دائما الجديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنقترح عليكم جوج ديال الوصفات البنات. بالنسبه لهذه الوصفات بجوج من اقوى الوصفات اللي كتعالج لينا جميع المشاكل ديال الكلف كيف ما بغى يكون. راه تيجوني بزاف ديال التعليقات وعلى الخاص او على القناه اللي تيطلبوا مني وصفات اللي كتعالج الكلف، داكشي علاش انا غنشارك معكم اليوم ان شاء الله هاد الوصفتين بجوج. بالنسبه للكلف كيف ما كتعرفوا ان عنده بزاف ديال العوامل باش كيظهر لنا في البشره ديالنا، اما تيكون بسبب الحمل او الولاده او بسبب التعرض لمده طويله لاشعه الشمس دون استعمال الواقي الشمسي، وعنده حتى عوامل اخرى اللي كتخلي الكلف انه يظهر لنا في البشره ديالنا. على اين بالنسبه لهاد الوصفات بجوج تعالجوا لنا جميع المشاكل ديال الكلف كيف ما بغى يكون في البشره ديالك. غادي تاخدي وصفه من هاد الوصفتين بجوج، غتختاري وصفه اللي غتبان لك سهله هي اللي غادي تداومي عليها ان شاء الله باش تحصلي على نتيجه مزيانه. المهم الحاجه المهمه البنات اللي غنقولها لكم قبل ما نبدا الفيديو، ضروري ما تفلتوا حتى شي لقطه، شوفوا معايا الوصفتين بجوج، وكذلك في اخر الفيديو غنعطيكم كيفاش غتستعملوهم والمده اللي غتستعملوهم كذلك، والنصائح باش هكا تحصلوا على نتيجه مزيانه والبشره ديالكم تولي صافيه واللون ديالها موحد. هذا الشيء ضروري خصكم تاخذوه بعين الاعتبار البنات. ودابا غندوز ان شاء الله نبداو الوصفه الاولى، وما تنسونيش الزوينه ديالي من لايكات الفيديو، توصلوا لي الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيو ليا مع العائله والاحباب، ونبداو ان شاء الله على بركه الله. الوصفه الاولى غادي نحتاجوا البصل الاحمر، ضروري من البصل الاحمر، ما تستعملوش البصله البيضاء، ما كتعطيش نتيجه. النتيجه اللي كنحصلوا عليها زوينه هي بالبصل الاحمر. بالنسبه للبصل الاحمر راه من المركبات ديالو من المكونات الطبيعيه القويه اللي كتعالج لنا المشكل ديال الكلف من العمق ديال البشره ديالنا، كذلك هو غني بزاف ديال الفيتامينات اللي من بينهم فيتامين أ، الفيتامين سي، وكذلك الفيتامين أ. عنده بزاف ديال الفوائد للبشرة ديالنا من غير انه تيحيد الكلف، تيساهم بشكل كبير في الوقاية او تيأخر لنا المشكل ديال ظهور التجاعيد المبكرة على البشرة ديالنا، تيقي لنا البشرة من حب شباب والندبات والبثور اللي كيكونوا لنا على البشرة ديالنا، تيوحدوا لنا اللون ديال البشره، كذلك الفوائد ديال البصل، يعني البصله الحمراء راه زوينه 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 البنات للبشره. دابا من بعد ما حكيت البصله في الحكاكه الرقيقه كيف ما كتشوفوا معايا، سناخد غير ديك العصير ديالها مع داكشي اللي حكيته هو اللي غادي نستعمله ان شاء الله في الوصفه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. البنات انا راه كنبغي نشرح لكم باش تستافدوا، واي وصفه راه كنبغي نشرحها مزيان هكا باش تعرفوا الطريقه وتعرفوا كيفاش غتستعملوها للبشره ديالكم، وكنحاول ما امكن حتى المكون اللي كنحطو لكم في الوصفه كنعطيكم الفوائد ديالو. هادشي علاش راه كنهضر لكم بزاف في الفيديو، بزاف اللي كيقول لي كتهضري بزاف، بالعكس راه ماشي كنهضر بزاف، راه كنشرح لكم، راه فيا ما نحط لكم الوصفه في جوج دقائق، ولكن راه كنبغي نوصل لكم الوصفه باش تستافدوا، واي وحده عندها مشكل في البشره ديالها ما يبقاش لي هذاك المشكل. هذا الشيء اللي بغيت البنات، كنبغيكم تستافدوا. دابا غادي نضيف لهذاك البصل اللي حكيت، ضفت ليه تقريبا معلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للخل من احسن يكون عندكم الخل ديال التفاح، الخل حتى هو راه المفعول ديالو قوي بزاف في العلاج ديال الكلف، خصوصا مع البصل تيعطينا نتيجه سريعه. صافي دابا كيف ما كتشوفوا معايا، صافي كتخلطوا الخليط بهذا الشكل هذا، ودابا غادي ندوزوا للوصفه الثانيه، وفي اخر الفيديو غادي نهضر لكم على الوصفات بجوج كيفاش غتستعملوهم. بالنسبه للوصفه الثانيه عندنا فيها حبه ديال الطماطم، بالنسبه للطماطم حتى هي الفوائد ديالها راها كثيره للبشره، حتى هي كتساهم بشكل كبير في العلاج ديال المشاكل ديال الكلف على البشره ديالنا. البنات انا راه ديجا حاطه لكم واحد الفيديو على القناه، حاطه لكم حتى هو فيه جوج ديال الوصفات للكلف. بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوهش، راه غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف باش تدخلوا حتى هو تشوفوه، والوصفه اللي بانت لكم ان شاء الله
سهله، هي اللي غادي تداوموا عليها من طبيعه الحال باش ان شاء الله تحصلوا على نتيجه زوينه. كلهم الوصفات اللي راني مشاركه معاكم كلهم مزيانين. بالنسبه للطماطم البنات راها تحتوي على كميه كبيره من فيتامين أ اللي تيخفي لنا البقع السوداء، وكذلك مفيده للمشكل ديال التجاعيد، تتنتج لنا الخلايا يعني خلايا جديده للبشره ديالنا. كذلك فيها فيتامين سي اللي كيحفز على انتاج الماده ديال الكولاجين، كيف ما قلت لكم انها مزيانه يعني تتحارب لنا المشكل ديال التجاعيد. المهم راها غنيه بزاف ديال العناصر اللي مزيانه بزاف، وكتقشر لنا البشره ديالنا من التصبغات، تتوحل لنا اللون ديال البشره، راها زوينه بزاف وغنيه بالاحماض الطبيعيه. المهم كلا الوصفتين راه مزيانين البنات الكلف، ومزيانين بزاف ديال المشاكل ديال البشره. المهم هنا بعد ما حكيت ديك الطماطم كتحكوها عادي عادي بالزريعه ديالها بكل شيء، غادي نضيف عليها تقريبا واحد جوج معالق صغار ديال الشوفان، الشوفان مطحون مطحون بودره على شكل بودره صافي، وتنخلطوا الخليط بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، حتى كيندمج لكم الخليط مزيان. وعاد غنضيف المكون الاخير ان شاء الله لهاد المكونات هادو بجوج. البنات ما تنسوش تدوزوا عندي عفاكم المنتدى، راه تنحط لكم دائما اقتراحات على الوصفات اللي تبغيو نشاركها معاكم، باش هكا كنبغي نعرف شنو نتوما محتاجين في الوصفات باش نقدم لكم داكشي اللي نتوما باغينه وداكشي اللي نتوما محتاجينه. راه نحط لكم اقتراحات في المنتدى، ما عليكم الا تصوتوا لي على الاقتراح اللي بغيتوا، ان شاء الله نشارك معاكم جميع الوصفات اللي نتوما باغيين. راه كنشوف الوصفه اللي عليها اكبر عدد من التصويت هي اللي كنسبقها الاولى، وان شاء الله نشارك معاكم جميع الوصفات اللي نتوما باغيين. وحتى لو ما لقيتوش شي وصفه انا حاطاها لكم في الاقتراحات ممكن تكتبوها لي في تعليق باش كنشوفها ان شاء الله. دابا غنزيد معلقه ديال العسل البنات صغيره هكا، العسل ديال النحل. بالنسبه الى ما كانش عليكم ما كانش عندكم العسل ديال النحل الطبيعي ممكن تستغناو عليه وتعوضوه بالحليب، حليب عادي هو اللي تخلطوا به هاد يعني تضيفوا لهاد المكونات هادو بجوج صافي، وكتخلطوا الخليط بهاد الشكل هذا كتحصلوا على قوام بهاد الشكل. من طبيعه الحال هاد الوصفات بجوج اللي شاركت معاكم راه ممكن ديروهم لاي مكان عندكم في الجسم، سواء العنق الرقبه سواء الوجه اليدين، اي مكان عندكم في الجسم ديالكم تستعملوا ليه هاد الوصفات هادو بجوج صافي. دابا هو الخليط ولا واجد كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. دابا البنات غندوزو لطريقه استعمال الوصفتين. بالنسبه للوصفه الاولى ديال البصل مع الخل، غتاخدوا واحد القطنه اللي غتوضعوها في داك الخليط وتمروها على المكان اللي عندكم فيه الكلف، تخليوها لمده ديال 10 دقائق، ومن بعد غتغسلوا البشره ديالكم وتداوموا عليها بشكل يومي. اما بالنسبه للوصفه الثانيه غادي توضعوها كماسك على البشره ديالكم، يعني المكان اللي عندكم فيه الكلف بصفه عامه، تخليوها ما بين 15 ل 20 دقيقه وتغسلوا البشره ديالكم وتداوموا عليها كذلك بشكل يومي، يعني يوميا ان شاء الله تبان لكم النتيجه. هاد الوصفتين بجوج غديروهم الكلف في المكان، يعني اي مكان عندك في الجسم ديالك فيه الكلف غتستعملي ليه هاد الوصفه. بالنسبه لشحال المده باش تبان لكم النتيجه، ما نقدرش نحدد لكم المده لان على حسب النوعيه ديال الكلف اللي عندك في البشره ديالك. كاين الكلف اللي كيكون قابط ليه سنين راه تياخد وقت باش غادي تعالج لك، اما بالنسبه للكلف اللي كيكون خفيف يعني يا باقي جديد راه ما ياخدش وقت كثير باش يتحيد ان شاء الله. واللي غنقول لكم هو الدوم على الوصفات راه ضروري غتعطيكم نتيجه مزيانه. باش تاكدوا دخلوا ديروا واحد الروشيرش على الفوائد ديال البصل الكلف والفوائد ديال الطماطم كذلك الكلف، راه غادي تشوفوا وتقراوا النتائج وتاكدوا هذيك الساعه بنفوسكم باش تاكدوا من صحه الوصفات اللي شاركت معاكم. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وما تنسوش ترجعوا عندي من بعد ما تجربوا ان شاء الله الوصفات وتخليوا لي التعليقات ديالكم كيف جاوكم والنتيجه اللي حصلتوا عليها.
وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله هكا باش ان شاء الله تعم الفائده. وتهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، وفي امان الله.